أعزائي متابعي ومشاهدي قناتي الكرام، السلام عليكم أينما تكونوا. هذا البلبل فحل بعمر حوالي 4 أو 5 سنين، هذا يبقى مو للبيع، يبقى إلي. هذا هوايته النقر، عظماته قوي كلش، أقوى من بقية البلابل اللي كانوا يعرضوني. البلابل تشوفون لون الإطار مال عينه أصفر أصلي. هاي البلابل هوايته، العب شكرا لمتابعتكم لهذا المقطع القصير. أتمنى للجميع الموفقية والصحة والسلامة، وإلى لقاء في مقطع آخر إن شاء الله. هذا حبيبي راجع الزمن، رجليناته مصدفة وبدت الدمي، بدخلي له مضاد التهابات أحسن ما تلتهب رجليناته. أخ 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 أخ